قيمة الأهلي. قيمة الأهلي لأن هي القيمة المتفردة، القيمة المتميزة، القيمة اللي بتخلي كل أهلاوي بيفخر إنه أهلاوي. لكن قبل كل ده خلونا ننعي بمزيد من الحزن والأسى الحقيقة، رحيل واحد من القيادات الإدارية المخلصة جدا في النادي الأهلي اللي هو حسن مسعود مدير فرع النادي في مدينة نصر، الذي وفاته المنية صباح اليوم وشيعت جنازته اليوم والعزاء غدا في مسجد الحمدية في مسجد المشير طنطاوي. أيضا يا باشمهندس بنشاطر المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي العزاء في وفاة ابن عمه المغفور له الدكتور مهندس بهي عبد الرحمن مرتجي عضو النادي اللي توفى إلى رحمة الله اليوم، والكابتن علاء عبد الصادق نجم النادي الأهلي ومدير قطاع كرة القدم السابق في النادي الأهلي، واحد من نجوم الأهلي المخلصين الحياة، بنواسيه ونعزيه في وفاة المغفور لها والدته اللي توفيت فجر اليوم وتم دفنها وأيضا العزاء بكرة في الحمدية الشاذلية. ألف رحمة ونور، ويبقى العميد أو اللواء حسن مسعود. رحم الله الجميع، رحم الله الجميع، ويعني صبر أهليهم. ولكن في الصباح كده أنا فوجعت بخبر اللواء حسن مسعود. حسن مسعود، وما بقول فوجعت هو تعبير دقيق عن إحساس جالي. ليه؟ أولا يعني متى مفاجأة، يعني الراجل كان يؤدي عمله وأنا كنت متواصل معاه من عدة أيام. حسن يعني شوف أروع شيء، حتى اللحظات الأخيرة كان في حتى اللحظات الأخيرة. لا أنا هكلمك على رحمة الله عليه حسن. علاقتي باللواء حسن مسعود جاءت إن إحنا في خندقين مختلفين في انتخابات 76. 76؟ أنا أساند وبقوة وبوضوح كابتن صالح. الكابتن صالح وهو كضابط ملتزم كان في الصاعقة، الذي عرفنا عليه انتخابات الفريق مرتجي في 76. ولكن ظهور مبكر قوي ليه. ما انا بقول لك ولكن انا لقطته من وسط الحشد اللي كان في الخندق الاخر المقابل. ليه؟ لم ارى منه اي كلمه تسيء او خروج عن يعني الانتخابات بيبقى فيها شويه حاجات طبعا. الراجل ده انا قلت له مين ده؟ قالوا كذا كذا العميد حسن مسعود. وده كانت وقتها تلاقي لسه رتبه صغيره. ما انا بقول لك ولافت الايام مفيش بينا وبين بعض علاقات غير اشوفه احيانا في النادي صباح الخير صباح النور بوجهه البشوش ده الطيب المبتسم دايما، ولا كلمه ولا هيصه ولا حاجه، لحد ما انا عينت مدير عام قبلها وانا عضو مجلس اداره في فتره السنه الانتقاليه قبل ما اتعين سنه 91 92 او بدايه 92 فبراير لنوفمبر. وعندما يعني شروعنا في بناء اهل مدينه نصر بعدين ابتدينا نعمل اجراءاتنا والليله، واول ما بقيت انا مدير النادي بدانا فعلا الخطوات التنفيذيه. وكان اول هم احنا كنا اهل مدينه نصر ده كان عباره عن اللي رايح واللي جاي يرمي في مخلفات البناء. فالفريق ابو غزاله رحمه الله عليه تواصلنا معاه ومن ايام الفريق مرتجي، وشالوا لنا بتكلفه ما كانتش بسيطه ولكن بانجاز رائع جدا كل المخلفات. وكانت التوصيه لو سبتوا النادي كده بطريقته دي هيرجع تاني الناس ترمي فيه المخلفات. ملايين، يعني بتكلفك ملايين عشان تشيل. ايوه. فيعني كان اول قرار عايزين نعين مدير لهذا الفرع، للفرع حتى الأرض. للارض قبل احنا دخلنا في مرحله بقى ان احنا هنبتدي نبني السور. وقد كان
وقع اختياري وتذكرته وقلت للكابتن صالح عليه. تذكرته وكان عنده حسن الظن فعلا. ايوه. فضل مدير للنادي الاهلي لحد ما فتره الماتش محمود طاهر استغني عنه. مشي وذهب الى نادي الجزيره الرياضي. راح مدير نادي الجزيره فعلا. لما رجع الكابتن الخطيب مسكه فاتصلت بيه. قلت له حسن انت مبسوط؟ فضحك. قلت له ايه رايك ترجع النادي الاهلي؟ بس ما تعملش حاجه، انت اديني بس الضوء الاخضر وانا هقترح الاسم قدام الكابتن، لو هما يعني في دماغهم واختاروك خلاص هم اصحاب القرار يعني، لكن انا هذكرهم بيك بس. قال لي تقدر تعمل كده يا كابتن؟ كان بياخد مبلغ كبير كبير فعلا يعني في الجزيره. لا اكتر من مدير النادي الاهلي كمان حتى. لكن هو قال لي انت لما كنت مدير نادي الجزيره والاهلي طلبك عملت ايه؟ قلت لهم لا. قلت له عملت ايه يعني ايه؟ جريت. قال لي اتناقشت في فلوس؟ فكرت ايه اللي هتخسره ايه اللي هتكسبه؟ قلت له اطلاق. قال لي اعتبرني انا يعني اشمعنى؟ ما احنا طول عمرنا كابتن عدلي مع بعض وانت عارف. فلما قلت للكابتن الخطيب يعني عينيه وسعت كده ولمعت وانبسط وسكت شويتين، ولقيت حسن مسعود رحمه الله عليه عاد الى بيتي بسعاده غامره. كان سعيد جدا بالخطوه دي. فانا يعني بتربطني بالراجل ده بعض الذكريات، كل مره كده هنفتكر له حاجه، لانه انسان محترم جدا جدا جدا، واخلص للنادي الاهلي واخلص لكل مسؤوليه واتعهد بيها. يعني مع الفريق مرتجي كان مخلصا، مديرا للفرع مدينه ناصر كان مخلصا حتى الرمق الاخير، راجل يجمعه بيا حب النادي الاهلي. عشان كده كان كل الاهلاويه عدد كبير النهارده في تشييع جثمانه الطاهر. يمكن كان الكابتن حسن حمدي كان موجود، الكابتن محمود الخطيب، اعضاء مجلس الاداره، عدد كبير من قيادات النادي الإدارية أيضا كانوا موجودين. فرع مدينة نصر يشهد، كل حجر فيه يشهد للواء حسن مسعود، لأنه الحقيقة تقدر تقول المدير التاريخي لهذا المكان. طبعا يعني هو خرج مضطرا ورجع وعاد من أول لحظة. شوف المهندس عدلي أشار لجزئية أنه كان مدير أرض النادي الأهلي في مدينة نصر، وهي لسه أرض ما اتعملش فيها السور، عين اللي هو حسن مسعود مدير لهذا الفرع، فبناه طوبة طوبة، حاضر وشاهد على كل مراحل تطوره، حافظ كل الأسر والأعضاء اللي في مدينة نصر، كان في خدمة الجميع باستمرار، كان دايما وأبدا مهتم يحل كل المشاكل. ومن المفارقات أستاذ إبراهيم أن يتم التطوير والتسليم في وجوده يا دوبك أيام وأسابيع. يعني يحضر يعني استلمها أرض وسلمها في أروع صورة. الافتتاح الأخير لتوسعة مدينة نصر وتطوير منشآته كان حاضر، زي ما يكون فعلا زي ما المهندس عدلي بيقول استلمها أرض مقلب قمامة لسه بتتشال وبتتنظف، ثم تنتهي إلى واحد من أفضل المقرات الرياضية في مصر والشرق الأوسط. ألف رحمة ونور على روح اللواء حسن مسعود اللي هيظل دائما وأبدا كل الأهلوية، مش كل بس أعضاء مدينة نصر ولا أعضاء الأهلي، الكل يذكره دائما بكل الخير، وده تمن الإخلاص والانتماء والنزاهة وحاجات كتيرة في القيم الإنسانية الجميلة تمتع بيها اللواء حسن مسعود. غدرنا الكثيرون في الأيام السابقة. صحيح، الشهرين اللي فاتوا دول غدرنا الكثيرون، وده بيخليني يا أستاذ إبراهيم قبل ما